استا ستار انت عندك اصابه؟ نعم عندك اصابه ولا ايه؟ اه طب خش اقعد معاك. طيب تعالى يا محمد، تعالى هنا، تعالى اقعد جنب مامتك يا محمد. تعالى يا حمد. السلام عليكم الاول. عليكم السلام. ازيكم؟ الله يخليك. عامل ايه يا استاذ طارق؟ ابنك اه صايم ومحمد. ما كلنا صايمين يا ست. اسمك ايه؟ صايم. اسمك صايم؟ اه. يعني انت على طول صايم؟ السنه كلها. طب كويس. انت ايه مولود كده ولا ايه؟ لا حادثه. ايه اللي حصل لك؟ حادث كهرباء وانا في ليبيا. ايه اللي حصل يعني؟ تيار كهرباء، كنا شغالين في عمارة زي كده، والسلك بتاع الونش اللي بيطلع الطوب والرمل لمس في التيار العالي، وانا كنت ماسك السلك من تحت الواير. بس وحصل كهرباء جديدة وجيت من ليبيا على مصر هنا. خدت تعويض هناك؟ لا. ده من كام سنة ده؟ كمل في 2015. يعني هو سافر يا مدام، كمل شهرين وما كملش حاجة وحصلت له الحادثة، جاي بقى على طول مصر. الحادثة حصلت الظهر، كنت هنا الساعة 12 بالليل، الإسعاف جابتنا على طول على مصر. بس الحمد لله كويس إنك سليم يعني، كويس إنك عايش وتمام. لا الحمد لله، إحنا بفضل ونعمة كبيرة أوي. الإيدين الاتنين طاروا. الحمد لله رب العالمين. حصل حاجة تانية في جسمك؟ آه. إيه؟ الكهرباء كانت شديدة خالص. كهرباء جديدة. أنا الحمد لله رب العالمين طلعت بعقوبة من الحادثة. ضغط كهرباء عالية. أنا ربنا سبحانه وتعالى ثم مستشفى الجلاء العسكري. جيت على هنا دخلوك المستشفى؟ لا ده أنا جيت على هنا قعدت حوالي من 20 يوم أو 25 يوم، هي اللي سببت البتر ده، ودخلنا مستشفى الجلاء العسكري. قعدت فيها حوالي من 6 شهور أو 7 شهور. بس الحمد لله رب العالمين يعني. دلوقتي تمام انت يعني؟ الحمد لله فضل. مين اللي بيخدمه انت بقى؟ الحمد لله. الحمد لله. وانت يعني نفسك في ايه لابنك يعني؟ نفسه والله يتجوز ويبقى له بيت وكده يعني. معلش هو دي سنة الحياة. هو يعني ايه ده القدر. الحمد لله. بس انه رجع لك يعني. الحمد لله. والله كان شاب ما شاء الله يا استاذ طارق، ما حاجة ناقصة ما شاء الله. قدر الله ما شاء الله. ربنا بقى اراد بكده الحمد لله. الحمد لله. ربنا اراد بكده. نفسنا بقى ان هو يتجوز ويبقى له ست تخدمه وبيت كده يعني. انت كل حاجه بالنسبه له. وهو كبير وكبير ربنا. انت كبير. كبير ربنا. تحب امك؟ طبعا. لا بحبك ومتشكرين. ده ست الكل. السبع سنين دي هي اللي شالتك. الحمد لله رب العالمين. ربنا ثم هي. تاكلك تشربك؟ طبعا. طبعا الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك يا رب. يا رب. طب انت دخل بتاعك ايه يا ست؟ ست بيت والله يا استاذ طارق. جوزك فين؟ شغال سواق على العربيه. سواق. دخله حوالي كام يعني؟ يعني 2000 2000 ونص. خير خير. وانت ليك معاش؟ والله يا استاذ طارق معاشي يعتبر حاجه ما تشكر. اللي هو ال معاش. تكافل؟ معاش. لا مش تكافل، معاش من الحكومه. كام؟ 1100 جنيه. بقول لك ايه؟ اتفضل. مش مستوره؟ الحمد لله رب العالمين، فضل ونعمه من عند الله. خير كتير والله يا استاذ طارق الحمد لله. هي انا احب التفاؤل ده. علشان عنده جهاز المناعه بتاعه ضعيف، ممكن يقول له دار البرد ده كل شهر مرتين ثلاثه. والله يروح للدكتور ما يقضيه 300 جنيه 400 جنيه كشف وعلاجات. جهاز المناعه عندك بايظ؟ من يوم الحادثه دي يعني ممكن دار البرد ده يقول في الشهر مرتين ثلاثه اربعه. والله يروح للدكتور ولا يجيب الحقنه ب 50 جنيه 60 جنيه على طول، علشان في تعورات يعني من الكهرباء. عندك في التهابات كتيرة في جسمك. لسه جسمك بايظ. هيتظبط هيبقى تمام يعني. الحمد لله. يعني نحاول نساعدكم يعني. تقول يا رب، قول يا رب كده، تفاءلي كده. دلوقتي سؤالنا وعليه اختيارات، ما هي انثى الضفدع، هاجة ولا ضفدعة ولا ضفادع؟ 1 2 3 تختاري. او انت اختار كده يمكن تكسب. الايه؟ انثى الضفدع. عارف الضفادع؟ الانثى نقول عليها هاجة ولا ضفدعة ولا ضفادع؟ 1 2 3 يبقى هاجة. واحد. ايه رايك؟ 1 ولا 2 و3؟ رايي مع صايم طبعا. مع صايم؟ أول مرة أشوف واحد اسمه صايم. ده أنا كتير سنة صايم يعني ولا إيه؟ السنة كلها. صايم النهاردة؟ صايم النهارده. ده جده اللي اختار له اسم صايم دي يا استاذ طارق. ليه بقى؟ عشان كان عنده شاب وتوفى يعني، قال لازم اسمي الولد صايم على اسم عمه، سماه صايم. لو خدت جايزه تعملي بيها ايه بقى؟ هنجوز صايم.
للصايم. بدرة هدية السيد الرئيس بتروح للصايم. اهو نقول لك مبروك. مبروك يا ستي. شكرا. فرحانة استار. الحمد لله. بصي كده قول الحمد لله ربنا عوض صبرك. انا عايز ابوسك انت. الحب الحقيقي.